مرحبا. هناك بعض الأطعمة المناسبة والتي تصلح للقطة الصغيرة في عمر شهر من أكل البيت. يتمثل أنواع الأطعمة المناسبة للقطة الصغيرة في الجبن والبطاطس والأرز المسلوق، وأيضا تأكل القطة الصغيرة البيض المسلوق. وكل هذه الأطعمة هي أطعمة طرية وتناسب القطة من عمر شهر ولا تؤثر على معدتهم وسهلة الهضم. يعتبر بديل حليب القطط هو الطعام الأمثل والمناسب للقطط حديثة الولادة لاحتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات التي تدعم صحة القطة وتساعد على نموها بصحة جيدة. يمكن شراؤه من المتاجر الخاصة بالحيوانات الأليفة. في حالة عدم توفر هذا اللبن أو لم تستطع الحصول عليه، يكون لبن الأطفال حلا مناسبا جدا لارتفاع قيمته الغذائية. نقدم لكم أفضل وصفة سحرية غذائية بصورة كبيرة وقوية للقطط الصغيرة من عمر شهر، ويمكن إعطائها أيضا للقطط التي يصل عمرها شهر ونصف حتى الشهرين، وهي عبارة عن البطاطس المسلوقة مع الجبنة الطرية. سوف تقوم بسلق البطاطس من حبة واحدة إلى اثنين، وبعد سلق البطاطس نتركها تبرد، ثم تقوم بإحضار حوالي ملعقتين من الجبنة الكريمي، وتقوم بتقشير البطاطس المسلوقة وهرسها في طبق، ثم تخلط عليها الجبنة الكريمي وتقلب مع بعضها جيدا. نضع الخليط في الثلاجة ونقدم منه في كل وجبة كمية مناسبة للقطة. يتم إطعام القطط الصغيرة من عمر شهر بهذه الوصفة بوضع كمية مناسبة في كل وجبة أمام القطط الصغيرة، كما يتم تقديم مياه شرب نقية بعد الانتهاء من وجبة الطعام. تتكون الوصفة من القليل من مسحوق الحليب، ويتم إضافة البيض له وخفقه، ثم يسكب على مقلاة على نار هادئة حتى تنضج، وبعدها يتم قلبه ويوضع الجبن عليه مع بعض الخضار، ثم يقطع ويقدم. تتكون الوصفة من الدجاج المقطع الذي يطبخ مع الخضار وبعض الأرز حتى ينضج، ثم يسكب في الخلاط ويخلط حتى يصبح بحجم اللقمة الواحدة، ثم يقدم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد وحصري.